تأجيل وانقطاع لمعرض الزهور ل7 سنوات. أصرت الجهات المعنية بالمحافظة إعادته هاي السنة بالرغم من الظروف الجوية اللي تأجل بسببها مرتين خلال هذا الشهر. رغم سوء الأحوال الجوية اليوم نشوف الغبار بدأ يرجع مرة أخرى عالي، لكنه تشوف أهالي البصرة فرحين بهذا الكرنفال، وشفت يمكن فعاليات كثيرة على رأسها معرض الزهور أو هو بادئة الخير معرض الزهور. هذا المعرض قد يستمر إلى 30 يوم ويمدد في شهر رمضان المبارك، لتكون أرض المدينة الرياضية عبارة عن أرض لملتقى أهالي للبصرة، وتكون البصرة هي ملتقى لكل العراقيين، هي مدينة طيبة وحب ووئام وسلام لكل أبناء الشعب العراقي. العشرات من المعارض شاركت بهذا المهرجان من جميع أقضية وبلديات المحافظة، إضافة إلى مزارعين وأصحاب مشاتل تم تنظيمها وإقامتها على أرض المدينة الرياضية. شاركت بلديات البصرة كانت ب14 بلدية وبمساحة مخصصة للبلديات تقدر ب8654 متر مربع. يعد معرض الزهور لهذه السنة من المعارض المميزة، لذا نرجو من أهالي البصرة الكرام الاحتفاء بالأزهار والأزهار وروعتها. معرض الزهور لجناح بلدية أبي الخصيب يجمع لوحات متعددة، منها مثلا عندنا سيارة الباص التي طالما خدمت أهلنا وأجدادنا وكان لها دور متميز في قضاء أبي الخصيب، كانت هي رمز من رموز القضاء. إضافة إلى هذا المعرض جمعنا فيه منتجات النخيل. مراقبين اعتبروها فرصة طيبة تحويل المساحات الفارغة بالمدينة الرياضية وتزيينها بهاي النباتات الموسمية وغيرها من النباتات والأشجار اللي راح تكون ثابتة. احنا نعيش بأجواء متربة، ربما أنه قلة الأحزمة الخضراء، قلة المساحات الخضراء هي سببها، وكذلك على وجه الخصوص هذه المدينة، يعني بالرغم أنه هذه مدينة كبيرة ولها أنه مستقبل كبير، لكن حقيقة كمساحات خضراء لا تتناسب مع واقعها كمدينة رياضية. نعتقد أنه هذه بادرة ربما أنه راح تكون أنه فد باب للتعاون بين هذه الدوائر اللي تابعة كانت لمحافظة البصرة أو الوزارات السيادية، لعله أنه تلقي بظلالها بمردودها الزراعي على أنه لتغطية أكبر مساحات وأوسع في داخل المدينة الرياضية. طبعا هل يا ترى راح يستثمر معرض الزهور الموسمي بشكل ممكن يساهم بتحسين البيئة في المحافظة والمنطقة الجنوبية؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.